عنا اخونا ابو عرب مرصد سراغب بيعمم لنا الطياره وين توجهت ومن اي محور جيتنا وبنفذ، والحمد لله التنفيذات كلها بتجي قريب علينا. نحن بنرصد يعني محل ما يكون قريب على التنفيذ مشان اذا الله اكرمنا بسقاطه. والحمد لله الساعه 4:30 عصرا عمم المرصد ابو شيماء طيار رشاش حربي على الاستراد الغربي. موقعكم هذا يعني كان على الاستراد الغربي، واجى الطيار من شمال فرصدنا، خلينا لينكوس نكس علينا وضربنا كل شيء ذخيره عنا، والحمد لله والله اكرم بسقط طائره. لا هي بتكون خامس طياره بتسقط، خامس طياره عنا طياره يوشين ومروحيه بمعر دبسي وحربيب بابولين وحربيب ريحان. انتوا لمين تابعين؟ جيش ادلب الحر. جيش ادلب الحر. ما في عندكم مضاد طيران؟ عم تحكي روسيا انه انتوا صاروخ على الكتف ضربتوه. لو عنا صواريخ كنا وصلنا روسيا.